السلام عليكم. أنا طبعاً من بعد إذنك يا ستي بقدر أخذها لهلا مشوار، صار لها كم يوم بالبيت والظاهر إنه هلا مكتئبة. ابني لوين بدك تأخذها؟ يعني منروح منتعشى بشي محل برا، هلا كتير حابة تطلع. إيه ستي جاي عبالي كتير، اطلع أتعشى برا. إيه عيوني روحي، ستك بتحبك. بس بنتي اطلعي وشوفي الطرقات كيف محفرين وما بيمشي عليهم، ويمكن تأذي حالك لا سمح الله. لا بنتي لا، اطلع على برا مو منيحة إلك أبدا. ستي رح دير بالي عليها، على مسؤوليتي. بس خلينا نروح ونتعشى برا ومنرجع البيت دغري. اي اللي بدكن تاكلوا تقدروا تطلبوا لهون، يعني مو ضروري تطلعوا لتاكلوا. طيب ليش ما بتروحوا على الحديقة؟ اي حديقة؟ ستي قصدي على الحديقة يلي ورا الكلية، قال هنيك عاملين معرض زهور كتير حلو. ايه عرفتها، قصده الكلية اللي كانت فيها هالة، هي جنب حديقة مو هيك هالة؟ حلو، تمام تمام، انتو اكيد بتعرفوها لكن حلوة الحديقة وبيدخلوا عليها بس العائلات. ايه خلاص روحوا،